السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تعريف مين أنا ومين جبرتين وصولنا من فين تجي. أنا صالح عبد العزيز عبد الأول محمود محمد أحمد خليفة الجبرتي، والجبرتي معناها مسلم. يعني ايش مسلم؟ المسلم او الجبرتي هو جامع لاي شخص دخل في ملة سيدنا ابراهيم، مسلم. تمام، بغض النظر اصوله من فين، مكانته الاجتماعيه ايش، شريف ولا مش شريف، تمام، عبد ولا سيد، ما تفرق. انت طالما على ملة سيدنا ابراهيم انت مسلم. تمام، وهذا كلام بدأ التسمية هذه من هجرة الصحابة الى الحبشة، والتسمية هذه جبرتي معناها مسلم باللغة العربية وهي نطق حبشة. هنا هذا جدي، جدي أبو أبويا، تمام، وهو عبد الأول ولد الشيخ محمود. الشيخ محمود هذا على حسب ما أبويا فهمني كان شيخ معروف في مدينة أسمرة، تمام. وجدي عبد الأول كان يسكن هنا، هذا سكنه، البيت على اليمين هنا، تمام، جنب جامع الخلفاء الراشدين، تمام. طيب هنا هذا أبو أمي، أبو أمي طبعا أبو أبويا كان خياط، مهنته في الخياطة، كان يخيط الزوريا. الزوريا هذه هي ملابس النساء في الحبشة، اسمها زوريا، تمام. أحاول أجيب او في فيديو عاضه حتشوف فيها اللبس هذا، تمام. وفي عندك هذا جدي محمد سعيد. جدي محمد سعيد هذا يسكن في مندفرة، تمام، وله مخبز هناك، هو خباز، له مخبز يبيع خبز ايطالي او خبز فينو يسموه هناك، تمام. الاثنين بيلبسون هذه العمة اللي هي تسمى عمة احمدية، هذه عمة احمدية، هذه توارثوها من ابائهم. اللي في النص هذا واحد من المشايخ اللي كانوا موجودين عندنا. طبعا احنا ما عندنا شيخ بمعنى شيخ، ولكن يكون شخص يقوم بالدور الاجتماعي في الحوليات، الزواج والعزم، هو اللي بيجمع الناس، بيلم الناس، بيقرأ ياسين. احنا من عاداتنا في العزم بيتم قراءة سورة ياسين، تمام. ما قد يوم سمعت في خطبة أو محاضرة أو أي شيء. أنا هذا الشخص أعرفه من زمان، الله يرحمه، لحد ما توفى أعرفه، كنت في السعودية، عمره ما سوى محاضرة ولا سوى درس ولا سوى دعوة ولا قال أدعو، وكان يختلط مع المسلمين ومع المسيحيين، تمام. هنا هذا واحد
أبو واحد من جماعة زوجتي السابقة، تمام؟ كانوا كذا، تمام؟ كانوا كذا، خلاص؟ نجي نقفل هذه ونيجي ليه؟ هجرة الصحابة كانت لمملكة أكسوم، مملكة النجاشي هي مملكة، وهذه هي كان موقع، حاليا هي جزء من إريتريا، تمام؟ هذه في الزواج، لما يكون في زواج بيعملوا حاجة اسمها مديح نبوي اسمه صلوا عليه. المديح هذا موجود في تراث الطريقة المرغنية الصوفية لمؤسسها مرغني الختم، اسمه كده مرغني الختم، من مواليد مدينة الطائف، الموقع بالسعودية، هاجر للسودان وبعدين نشر دعوته في إريتريا ومصر، تمام؟ والإريتريين أخذوا منه مش كل حاجة، أخذوا منه جزء، أخذوا منه الحولية هذه اللي بتحصل في، هم اختاروها أنها تكون في مناسبة الزواج، تمام؟ فهذه شوف طيب. هذا بيحصل في كل المناسبات، يعني هو عبارة عن موروث ديني موجود في المجتمع الجبرتي، تمام؟ نفس الشيء، البدر
صح هذا مثبتا صلوا عليه والشمس من نوره تضيء ثابتا صلوا عليه صلوا عليه وعلى الزمان الزمان صلوا عليه وعلي وشفيع صلوا على له العلا من حضرة القدم صلوا عليه اختاره وحله الكرم صلوا عليه صلوا على فمن يكون في حبه استلمي صلوا على المنى والعز والعزم صلوا على صلوا على الشباب صلوا عليه وصحبه صلوا على فقم بنا يا صاحي ونترك الكاذبين صلوا على بعد الصباح صلوا عليه وعليه وصفيه صلوا على في حبه كم العذار أجمعين صلوا على فرس نسف فرحة يا فتي صلوا على طيب هذا يكفي القدر هذا. والجبرتيين موجودين يعني المسمى نفسه جبرتي طلع من الحبشة طلع من إريتريا وراح لإثيوبيا راح للصومال راح للسودان مصر السعودية في كل البلدان الثانية ولكن المسمى هذا ظل محفوظ وفي بعض الأماكن اعتبر أنه هو لقب في بعض الأماكن اعتبر أنه هو قومية قبيلة ولكن هو في الأساس مسمى فقط تمام ولكن احيانا يكون سهل انك انت يعني ترضى بالشيء اللي الناس يعرفوك فيه احيانا في بعض المسميات تكون في اصلها ما هي يعني صحيحه بس الناس خلاص يعرفوا يعني الناس عرفوا الموضوع هذا خلاص طيب الجبرتي أو المسلم من الحبشة لما يطلع يروح لأي بلد هو يأخذ ثقافة وبيئة البلد اللي هو عاش فيه تمام؟ وهو يندمج ينصهر انصهار كامل في المجتمع اللي هو فيه تمام؟ فلو أخذنا واحد مثلا طلع من الحجاز وعاش في الحبشة في الحبشة هيعرف أنه هو جبرتي طلع من الحبشة راح مصر في الحبشة هياخذ ايش هياخذ الفهم الديني اللي في الحبشة بعد كده هيطلع على مصر هياخذ الفهم الديني اللي موجود فهو ملزم انه هو يصلي في الجماعة في المسجد تمام ففي البلد اللي هو فيه هياخذ ثقافته فاذا كان موجود في 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 بلد منتشر فيها السلفية هيكون سلفي اذا كان في بلد منتشر فيها الأشعرية هيكون أشعري إذا كان في بلد منتشر فيها التصوف هيكون صوفي كنتيجة لأنه هو يؤمن في الإسلام ما يؤمن أنه كل المذاهب هي مذاهب أصلها من الدين الإسلامي تمام والإسلام دخل الحبشة قبل ما يدخل المدينة هذه معلومة مهمة الإسلام بدأ في مكة والهجرة الأولى كانت للحبشة بعدين الهجرة الثانية كانت ل المدينة تمام طيب أول ملك دخل في الإسلام هو الملك سيدنا النجاشي وكان ملك والمملكة كانت موجودة وكانت قائمة حتى بعد إيش بعد دخول الإسلام للحبشة تمام فهم الدين هو مناط بفهم سيدنا النجاشي وتقبله للإسلام تمام فالعرب كان من سيدنا جعفر الطيار والقبول كان من سيدنا النجاشي تمام القبول كان قبول موافقة يعني هو الشيء اللي جئتم به
لا يختلف عن الشيء الذي عندنا. تمام، هذا كلام سيدنا النجاشي، كويس. فنحن ملتزمين بفهمه، هو بفهم سيدنا النجاشي على الإسلام وبعرض سيدنا جعفر الطيار. طيب، هذا جبرتي من السودان، تمام، طبيعي. إضافة الإريترية يتحدثون كل اللغات الإريترية، ليس حصرا على التجرينية، إنما يتحدثون التجري لغة البني عامر. أيضا العفارية في أثيوبيا يتحدثون كل اللغات الرئيسية والمحلية حسب مناطق. أما في السودان فيتحدثون غالبا اللغة العربية، إضافة حسب الاحتكاك قد يزيدون عليها البجاوية اللي هي الهدندوية أو التجري البني عمراوية أو الحبشية حسب احتكاكهم وحجمه مع دول الجوار يعني. طيب تمام، فالجبرتي محل مراح هو يتعامل بثقافة البلد اللي هو موجود. راح في مصر أصبح مصري، راح في السودان أصبح سوداني، راح في السعودية أصبح سعودي، كان في إريتريا يصبح إريتري. تمام، لأنه هذا بر بإيش؟ بر بثقافة البلد. يعني هو الجبرتي لا يغير ثقافة البلد، لا يدعو أنه والله هذولي وثنيين ويجب تغييرهم، لا، ما في كلام هذا. تمام، هو يندمج مع ثقافة البلد، تمام، ويأخذ يعني ينصهر فيه، سواء كان في المذهب الديني القائم أو الثقافة القائمة. تمام، وهذا من البر، بعكس بعض المجتمعات اللي تتقوقع وتخلق نفسها كيان وتستوطن المكان. تمام، زي أصحابنا الإسرائيليين. تمام، نحن ما نعمل استيطان، نحن نندمج مع المجتمع، أي مجتمع نندمج فيه والمجتمع ونأخذ بثقافة الدين القائم. طيب دكتور، طيب أنا ما عندي تسجيل عن الشيء اللي أنا شفته في زواجات أنا حضرتها لما كنت صغير في وسط أهلي أبو أمي، بس هذا أقرب شيء للشيء اللي أنا شاهدته. تمام، وإن كان حتى مختلف، المجتمع اللي عاش فيه أجدادي كان تقريننا، والمجتمع هذا هو بلين، ولكن شيء مقارب. تمام، جدي أبو جدي الشيخ محمود كان شيخ راعي طرب. يعني انت لو تشوف المدن الساحلية اللي موجودة في البحر الأحمر، كل المجتمعات هذه مجتمعات الفن جزء من تكوينها، لأنه هو يدخل في المهنة. تمام، وأجدادي يعني كانوا يمتهنون مهنة الخياطة. تمام، من جهة أبويا كانوا يمتهنون مهنة الخياطة، وكانوا تحديدا جدي الشيخ محمود كان شيخ دين ومطرب، ويعني يمارس الطرب. تمام، كان يمارس الطرب، هذا كلام أنا أخذته من أبوي. هذا هو شكل الاحتفال الحبشي. culture from a Sudanese brother. هذا في السودان طبعا، في إريتريا حيكون أفضل وأفضل يعني. أنا لو جيت أطبق المفهوم السلفي هنا، لا، أجدادنا كان الواحد أقل واحد
عنده 8 عيال 13 ولد، يعني اولاد وبنات، يعني 13 8 13 المتوسط يكون 7 8. تمام. جدي محمد سعيد ما شاء الله تبارك الله كان عنده 13، وجدي عبد الاول ما شاء الله كم كان الحدود يمكن 8 او 9. تمام. هذه المجتمعات اللي كانت عايشة ما كانت غنية ولكن كانت بسيطة وكانت متعاونة. الزواج مشروع اجتماعي، كان المجتمع نفسه يساهم في الطبخ، يساهم في الإمداد، يساهم في إقامة الحفلة، يساهم مساهمة اجتماعية كانت. تمام. وكانت مناسبة لكل يحضرها ويستمتع فيها. تمام. هذا الكلام قبل دخول يعني السلفية للأسف، وهذا طبعا موضوع السلفية راح أتكلم فيه في فيديو آخر. هذا هو المجتمع، هذا هو دينه، كان كيف كان مزيج من في دينه كان مزيج من يعني التصوف والإسلام، الإسلام البسيط. ما كان في محاضرات، ما كان في دروس، ما كان في أي حاجة، بس اللهم في كتاتيب تحفيظ قرآن والأخلاق الإسلامية. وكان مشهود للجبرتيين داخل الحبشة بالصدق والأمانة والإخلاص. تمام. هذا هو الماضي اللي تركه لنا أباء. في الفيديو اللي بعد كده هتكلم عن مراحل دخول السلفية والوضع القائم والتمزيق المودع. حبدأ أول شيء بالأضرار، وبعدين حبدأ أفصل كيف السلفية اخترقت المجتمع الحبشي.